السلام عليكم، معكم الفارس شرط بالخير وعافية. قد اليوم بيكون على مس حدث الظلم، بس قبل ما نبدأ لا تنسى بصمتك ويلا نبدأ. طبعا أنا ما سحبت تحدي من قبل، بس صراحة كان التحدي صعب جدا وقدرت أمسح الصراحة بصعوبة جدا، لأن التحدي ما كان بالسهل. طبعا قبل ما أبدأ أهجم راح أشرح في البداية، لأن التصميم صراحة صعب جدا. في البداية بنطرح واحد مفجر علشان يفتح هذه الفتحة أكثر، ونطرح الملكة مع الهلال طبعا علشان تدمر هذا المكان بالكامل، وبنطرح الطيارة أو المنطاد من هذه الجهة، ولازم نتأكد إن المنطاد ما ينطرح إلا فوق المنجنيق عشان يخرج الدعم ويلحق بالملكة الدعم. بعد ما تدمر والدعم يتدمر من الملكة، بنطرح بعدها الملك، لأن الملك يعتبر مهم، بنطرحه في هذه الجهة طبعا، وبنطرح ثلاثة سحرة مع الملك طبعا. وبعد الملك لازم الملكة تمشي من هذه الجهة علشان تدمر هذه المنطقة، والجيش يمشي من هذه الجهة علشان يدمر المنطقة الوسطى. وبس هذا كان في اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك، لا تنسوا رايك في التعليقات، ومع السلامة.